أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آواز ٹھیک کریں لاؤڈ اسپیکر والے. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها Oh.
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين
بھئی یہ خراب کر رہے ہو تم محفل کو، خراب کرنے آئے ہو. فقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا اليوم المتجدد ما شاء الله. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه.
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية
سبحان الله. فهل ترى لهم من باقيه؟ فهل ترى لهم من باقيه؟ فهل ترى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. الله أكبر الله أكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه خير
الدنيا إلى الآخرة. جزاكم الله ببركة الله تبارك وتعالى. ربنا يهداك نعمة خالصة. الله يخليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك سبحان الله ما كنا عزيزة والله العظيم فأما اليتيم فلا تقهر الله الله وأما السائل فلا تنهر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك واحد وخمسين النهار سبحان الله ان شاء الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. دعاء دعاء ربنا تقبل منا إنك ایک دفعہ عالم شریف تین دفعہ قلوب اللہ شریف پڑھیں تاکہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی